السلام عليكم، أنا سامي مشتهى وبرحب فيكم في قناتي، ويلا نبلش في علامة التعجب. ونبدأ مع هذا الفيديو اللي انتشر بشكل كبير لأحد سكان ألبرتا أثناء إنقاذه لنسر كبير من الغرق. كان خارج هذا الشخص مع عائلته في رحلة بالقارب، فتفاجأوا بطائر عملاق يكافح في البحيرة وعلى وشك الموت. ولما لاحظ أنه نسر حقيقي انطلق مباشرة وسحب الطائر المبلل إلى القارب، واستطاع إنقاذه وجره إلى القارب بعد حوالي 15 دقيقة من المحاولة. الشيء الملفت بالفيديو أنه على الرغم من خطورة النسر وأنه حيوان جارح، إلا أنه الشاب وزوجته كانوا هادئين بشكل مدهش ومثير للإعجاب. وبمجرد وصولهم إلى الشاطئ وضعوا النسر على الأرض حتى يجف من المياه وينطلق من جديد. بصراحة عندهم جرأة مش طبيعية. اكتبوا لنا بالتعليقات هل لو أنتم مكانوا معكم طفل صغير بالقارب ممكن تنقذوا هذا النسر ولا لا؟ وعلى قصة النسور حبيت أشارككم هالفيديو الممتع. هو فيديو قديم تم نشره تقريبا بعام 2015، بس بصراحة ما راح تمل من مشاهدته. الفيديو بيظهر النسر درشان وهو يحلق من فوق برج خليفة في دبي بالإمارات، وهو زي ما بتعرفوا أعلى مبنى في العالم، وصورت كاميرا مثبتة على ظهر النسر دبي من أعلى بشكل ملفت وجميل. وطار النسر على ارتفاع 830 متر قبل أن يعود مرة أخرى إلى الأرض. واللي خططوا لهذا الفيديو مجموعة تهدف لحماية النسور المهددة انقراض، وقال مدير المجموعة أن هذا النسر إشارة إلى أنه من الممكن تغيير الأشياء. لقد كان هذا النسر مهددا بالانقراض، ولكن بعد جهود حثيثة تم المحافظة عليه من قبل المجموعة. خلونا في موضوع النسور، وطالما جبنا سيرة النسر بدي أعرض لكم فيديو قديم أيضا بيظهر نسر وهو بحاول يخطف طفل. وإذا ذاكرين بهداك الوقت كتير ناس تفاعلوا مع الموضوع ونشروا الفيديو على أنه خبر حقيقي، لكن فيما بعد تبين أنه الفيديو مش حقيقي. واعترف استوديو تصميم للأفلام ثلاثية الأبعاد بأنه صمم الفيديو، واعتذرت عدة مواقع عالمية على نشره وتصديقهم للفيديو. وقامت بعض المواقع بشرح تفاصيل تثبت أنه الفيديو هو مجرد خدعة ليس أكثر، وكانت أهم هذه التفاصيل الدقيقة هي حركة ارتجاج الكاميرا التي لا تبدو طبيعية بل مفتعلة ومصممة مسبقا. أما الحجة الأكثر إقناعا هي استمرار الطفل بالارتفاع بعد أن تركه النسر. وفي وقتها حقق المقطع 10 ملايين مشاهدة في 3 أيام فقط، تخيلوا. فهذا بخلينا ننتبه أنه مش أي فيديو بنشاهده نصدقه مباشرة، لأنه كتير من الفيديوهات اللي بتنتشر بتكون فيديوهات مزيفة وعبارة عن خدعة. يبدو أن المشاكل الزوجية مش مرتبطة بالبشر بس، كمان الأسد بتطاوش مع زوجته اللبؤة. نعم يا أختي. في فيديو انتشر بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية بوثق شجار بين أسد ولبؤة، كانت الغلبة فيه لصالح اللبؤة اللي صفعت الأسد بقوة أكثر من مرة، ليفجر هالفيديو موجة من السخرية عند الناس وشبهوها بالحياة الزوجية لدى البشر. الفيديو ظهرت فيه اللبؤة وهي تزأر في وجه الأسد وتحاول ضربه على وجهه وكأنها تصفعه، فيما يحاول هو تجنبها وعبور الطريق. ومن أبرز الفيديوهات العجيبة اللي انتشرت خلال الفترة الماضية ومع حرارة الصيف، أكيد كلنا بنكون حابين نقضي أكبر وقت ممكن في المسبح، والجمل أكيد حقه مش ناقص. الفيديو بيظهر جمل هو بغطس في داخل مسبح في أحد الفنادق. في فصل الصيف بنقضي وقتنا تحت التكييف وبنهمل هم أي مشوار ممكن نطلعه بهالجو الحار، لكن بعد هالاختراع أنا متأكد مش راح يكون عندك مشكلة تطلع تقضي أي مشوار وبأي وقت ومهما كانت درجة حرارة الجو. خلونا نشاهد هالفيديو اللي تداول بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمكيف شخصي بيقوم بالتبريد والتدفئة. طبعا هالمكيف حجمه صغير جدا وبإمكانك ارتداءه وانت خارج من البيت لتحمي حالك من حرارة الشمس. طبعا بصل سعر هذا المكيف اللي أنتجته سوني إلى 175 دولار فقط. طبعا بنباع المكيف مع قمصانه الخاصة، وبتصل المكيف بتطبيق خاص على الهاتف المحمول من أجل تفعيل التبريد أو التدفئة.
نختم فيديو اليوم بهالاختراع المميز صراحة، هو مخصص لذوي الإعاقة، هو كرسي متحرك ابتكره شاب نيوزيلندي يعاني من الشلل، بحيث يتيح للمصابين التحرك على جميع الطرقات مهما كانت وعرة. اكتبوا لنا بالتعليقات اي فيديو بيستحق علامة التعجب. طبعا بالختام، اللي حابب يرسل فيديو نعقب عليه بامكانه ارساله برسالة خاصة على انستغرام، طبعا الانستغرام بتلاقوه بالوصف، لكن يا ريت ترسلوا الفيديوهات بجودة عالية، لانه في عدد من الناس ارسلوا لي فيديوهات لكن فيديوهات للاسف جودتها ضعيفة جدا ومش حتكون حلوة للعرض. في الختام، اللايك مهم، واللي مش مشترك بقناتي يا ريت يشترك عشان تصلوا كل الفيديوهات الجديدة، وبهيك بحكي لكم الى اللقاء.